عليكم. رسميا نيمار إلى الهلال السعودي، تم الإعلان عن ذلك رسميا. لهذا قررت أعمل تحدي، كل هدف يسجله نيمار جونيور دا سيلفا مع نادي الهلال في الدوري السعودي راح يتطور زائد واحد. كل هدف يسجله نيمار يحصل على 100 نقطة، كل أسيس 100 نقطة، كل هاتريك 500 نقطة، وكل فوز 100 نقطة أيضا. ومثل ما تشاهدون كل شيء واحد 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 واحد، يعني الصفر. سنقوم بتعديل التشكيلة أولا يا جماعة الخير. A few moments later. مثل ما تشاهدون طاقات نيمار 2 فقط. المباراة الأولى ستكون أمام الرائد. Let's go. يلا بسم الله، بداية المباراة وبداية التحدي. سيء نيمار في التمريرات. هاي لا هاي لا، والجول يا سلام. ماي جاد، تسديد العويس المعيوف. يا الله عدله نيمار. يا نيمار يا خمار. هاي لا هاي لا، نيمار نيمار نيمار، اسيست نيمار، يا سلام. زائد واحد او زائد 100. يلا هاي لا هاي لا هاي لا هاي لا، جول يا الله. والله ما كانت ليه يا جماعه. جول جول يا سلام، على الاقل 200 نقطه يا جماعه الخير. هاي لا نيمار، الله على الانهاء. الانهاء صفر يا جماعه الخير، كيف انهاها لوب؟ من الحظ يا جماعه الخير، جاء الهدف، قدم تمريره، يعني 300 نقطة إذا فوزنا. نيمار! يا نسجلها. تسديد العويسة والمعيوف. الحمد لله نهاية المباراة، اسيست وهدف وفوز، يعني 300 نقطة. اوكي يا جماعة الخير، في الانهاء نضيف 100، قدرة التحمل 50، والتسديدات البعيدة 50. اوكي باقي 100 يا جماعة الخير. الحركة سرعة التسارع 50 وسرعة الجري 50، تمام. يلا المركز الثامن اكيد بثلاث نقاط. الريج 20 يا جماعة الخير، جيد. المباراة الثانية ستكون امام الباطن، ليتس جو. يلا بسم الله، بداية مباراة الهلال ضد الباطن. اول مرة اسمع بهذا النادي يا جماعة. تسديد الحمد لله، الدفاع. هيلا هيلا جول، هيلا جول سافيتش. هيلا 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 نيمار نيمار، التسديدة يا الله، تسديدة الحمد لله المعيوف. ونهاية المباراة 1-0، مباراة كانت صعبة فزنا. يلا زائد 100 نقطة لنيمار دا سيلفا. اوكي يا جماعة، سنقوم بإضافة 50 إلى التمركز، والقوة البدنية 50، تمام. اوكي هذا الجزء الثاني من هذا الفيديو، لهذا لا تستغربوا من تغييري للتيشيرت. يلا مباراة اليوم، العدالة ضد الهلال. الريت الخاص بنيمار أصبح 25، جيد، ليتس جو. يلا بسم الله، بداية المباراة، الرائد أو العدالة ضد الهلال. تدارير، لا 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 لا. الحمد لله قائم. يلا يلا نيمار نيمار، يا الله يا تسديدات نيمار. اوكي يا جماعه الخير، لازم اذا فزنا يا جماعه الخير راح نضيفوا التسديدات لنيمار. هاي لا هاي لا هاي لا، يا ماريكا يا ماريكا، هذه المره الثانيه. يلا هاي لا هاي لا، ماريكا جول جولازو. هاي لا هاي لا، نيمار نيمار، والله تسديدات نيمار سيئه جدا. هذاري التعادل، يا الله عدلوها. نهاية المباراة، ما فزنا ولا بأي نقطة، كنت طامع في 100 نقطة يا جماعة الخير. يلا محتلين مركز رابع بسبع نقاط. يلا مباراة اليوم، الهلال ضد الخليج، ليتس جو. يلا بسم الله، بداية مباراة الخليج ضد الهلال. هاي لا هاي لا، التسديدة يا الله، جول، يا سلام، ما بين الحارس، لا يا حارس. هاي لا هاي لا، جول يا الله لو سجلها. يلا تسديد وجول، يلا يلا يلا، سنضمن 100 نقطة هكذا يا جماعة الخير. يلا نهاية المباراة، اوكي قوة التسديد يا جماعة الخير خلوها 100 هكذا، تمام. يلا مباراة الهلال ضد الوحدة يا جماعة الخير، نيمار ما زاد للريت 25، ليتس جو. ويلا بسم الله، بداية مباراة الهلال ضد الوحدة. تسديد الحمد لله المعيوف. هاي لا هاي لا هاي لا هاي لا، جول. يلا 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 يلا.
نهايه المباراه 1-0 فقط، 100 نقطه، لكن تسديدات نيمار يبدو لي وكانها لم تتحسن، لا ادري لماذا. اوكي، سنقوم باضافه 100 نقطه الى التسارع والجري بالكره، تمام هكذا جيد. يلا، المباراة المقبلة ستكون إن شاء الله أمام نادي الطائي ونيمار جونيور أصبح الريت 31. Let's go. يلا بسم الله، بداية المباراة الطائي ضد الهلال. هلا نيمار بدأ يتطور يا جماعة الخير، نتحمس ليجلد الجميع. نيمار يلا نيمار، يا الله سقط ضد البي، يسقط الأطفال. يلا سدد نيمار، زرت تسديداته ضعيفة. نيمار ياهي تسديدات يا نيمار، ياهي تسديدات ضعيفة. هيلا نيمار، ياهي نيمار يا نيمار يا نيمار. لا دقيقة الأخيرة، يلا التسديد، يا ضاعت 100 نقطة، محتلين مركز الثالث ب14 نقطة. يلا مباراة اليوم إن شاء الله ستكون الاتحاد ضد الهلال، كلاسيكو الكرة السعودية. يلا ليتس جو، يلا بسم الله، بداية مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد. هيلا جول ماريغا، لكنها لا تحتسب لنيمار. هذري الله، هدف خرافي. لا 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 لا. يلا جول، يا الله يلا جول، يا والله حارس اسطوري هذا. يلا روح يقولوا خسرنا يا الله، والله الحارس عندهم رهيب جدا. المباراة الثانية على التوالي لم نحصل على أي نقطة. يلا المباراة المقبلة إن شاء الله ستكون الهلال ضد الفتح. نيمار ما زال 31 يا جماعة، ليتس جو. يلا بسم الله، بداية المباراة. إيجولو، يا الله لو سجلها كان يكون أسيست. هاي لو الجول، يلا نيمار، يا الله ضيعها نيمار. هذول الحمد لله المعيوف، يا الله عدلوها. يلا جول، يلا الحمد لله 100 نقطة. هيلا جول اسيست، يا سلام 200 نقطة، يا سلام يا الله 200 نقطة. سلام يلا، وينك يا نيمار. اوكي، في العنف سنضيف 50 يا جماعة الخير، تمام، والتحكم بالكرة 100، يبقى لنا 50 يا جماعة الخير، اين سأضيفها؟ هنا في التقويس او في المراوغة. اوكي، في التسديدة البعيدة 50، تمام. يلا الريت 47 يا جماعة الخير، مباراة اليوم النصر ضد الهلال كلاسيكو، ليتس جو ايضا. يلا بسم الله، بداية المباراة مشاهدينا الكرام، النصر ضد الهلال. حذاري من رونالدو، الهدف الأول ضاع، الحمد لله. حذاري الحمد لله المعيوف. يلا جول. ماريغا. الحمد لله المعيوف. تسديدة جول. في 88 يا جماعة الخير فازوا لنا، يا الله دائما في الدقائق الأخيرة. محتلين المركز الرابع ب17 نقطة، فارق 10 نقاط عن النصر. يلا مباراة اليوم الهلال ضد الفيحاء، ليتس جو. يلا نيمار، يا الله يا خيمار. يلا جول، يلا إيجالو جول. ماريغا وليس إيجالو. يلا نيمار يا الرأسية. يلا سدد نيمار، اي تسديد الحمد لله المايو، هذول المايو يا الله كان يسجلوا الدقيقة الأخيرة، لو سجلوها باي باي.
ما هذا الدوري يا الله والله دادي تسجلي في الدقيقة الأخيرة لا أدري لماذا هذه الحارس يصدها كانت عند الكرة. يلا المباراة المقبلة إن شاء الله ستكون أمام التعاون يلا ليتس جو. هاي لنيمار جول 100 نقطة يلا 100 نقطة مضمونة. هذاري المعيوف هذه صديتها الأخرى لم تصدها هذاري يا حسرة عدلوها نيمار يا نيمار تسديداتك ما زالت ضعيفة بزاف وهي مباراة التعادل 100 نقطة يلا. المشكلة يا جماعة الخير درجة حرارة مرتفعة جدا وأنا لا أركز جيدا. أوكي يا جماعة سنضيف 50 نقطة إلى العنف والقفز 50. يلا مباراة اليوم أبها ضد الهلال ليتس جو يا حبيبي يلا جول يا ماريجا تسديد المعيوف هاي لا نيمار مازالت تسديدها ضعيفة هذاري والهدف يا الله يا جماعة الخير الله أعلم سجلت كم فيديو لكن الـ OBS لم يسجل لا أدري المهم النتيجة 2-1 يا جماعة تسديد نيمار جول الحمد لله المعيوف هذيك لم يصدها صدها هذه نيمار جول أسيست ثاني من نيمار يعني 200 نقطة نيمار جول 300 نقطة يا جماعة يلا قالوا با 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 أسيس نيمار يعني 400 نقطة يعني 500 نقطة يا سلام فزنا 4-2 يا جماعة الخير 4 مساهمات لنيمار يعني 500 نقطة يا سلام إضافة 500 نقطة إلى نيمار جونيور دا سيلفا في ركلات الجزاء خلوها 50 وهنا خلوها 50 تمام يبقى الآن كم 400 نقطة هنا 100 وهنا التوازن 100 تمام أوكي سنضيف هنا 50 وهنا 50 تمام في الترتيب المركز الخامس ب 27 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر جيد يلا مباراة اليوم إن شاء الله ستكون أمام الخليج الهلال ضد الخليج ليتس جو يلا بسم الله بداية المباراة يلا يسدد نيمار ضعيف ما زال ضعيف التسديدات يا جماعة هاي لا نيمار تسديد جول أول أهداف وأولى 100 نقطة يا جماعة تعال نيمار هنا يا جماعة الخير يلا يلا نيمار يسدد نيمار العارضة يا الله هاي لا هاي لا جول ثنائية يا سلام يعني عاسيس لنيمار تسديد جول يلا سافيتش تسديد أول هدف للخليج سجلوا الثاني يا جماعة هاي لا جول أزو 3 أهداف أسيس 3 يا جماعة الخير من نيمار يلا نهاية المباراة فوزنا 400 نقطة 3 أسيس لنيمار والفوز يعني 100 نقطة أوكي سنضيف في المهارة المراوغة 50 وهكذا 50 تبقى لنا 300 هذه واحدة وهذه اثنين تبقى لنا واحدة يا جماعة الخير اوكي التمريرات القصيرة 100 يفصلنا فقط 4 نقاط عن المركز الاول تمام يلا مباراة اليوم نيمار 91 يا جماعة الخير اقتربنا من نهاية هذا التحدي كم انا سعيد جدا تعب كبير جدا في هذا التحدي يلا العدالة ضد الهلال ليتس جو يلا بداية المباراة مشاهدينا الكرام نيمار يسدد نيمار جول نيمار يلا نيمار يلا جول يا سلام ايه قالوا يسجل المهم 100 نقطة مضمونة يا جماعة الخير والله فرق كبير ومعاناة
واضحة يا جماعة الخير في هذا التحدي. أجبرت على تخطي المباراة مباشرة، فزنا 2-0، وصلنا على 200 نقطة لنيمار جونيور سيلفا. الريت 91 مثل ما تشاهدون، سنقوم بإضافة الكرات الهوائية 100 ودقة الرأسيات 100. تمام، تبقى لنا فقط تقريبا 4 مباريات 5 مباريات من الدوري. اليوم مباراة أبها ضد الهلال، الريت الخاص بنيمار 91. يلا ليتس جو، يلا بسم الله. بداية مباراة الهلال ضد أبها. هايلا 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 هايلا، جول! تمريرة نيمار جونيور إلى جادو، حصلنا على 100 نقطة مضمونة لنيمار جونيور. أين هو رقم التيشيرت الخاص بنيمار؟ أخبروني. نيمار نيمار، يلا نيمار نيمار، يا الله لو سجلها نيمار نيمار، جول! يا الله ضعت. هاي لا لا، نيمار نيمار، جول جول نيمار جونيور دا سيلفا، 200 نقطة، وإذا فزنا 300 نقطة يا جماعة الخير. اقتربنا من 99، إن شاء الله 120 130. نيمار يسدد، جول! أسطورة العساطير للتسديد من بعيد، أسطورة نيمار. هنا المبخوت مبخوت، المعيوف المعيوف. هايلا هايلا هايلا، جول جول ماريغا يسجل، يا سلام. شفتوا يا جماعة الخير المعاناة عندما بدأنا بنيمار من الصفر، والآن شوفوا نيمار في 91 وفزنا يا جماعة الخير، 91 ونحن نفوز ب3-4. حصلنا على 400 نقطة من الفوز يا جماعة الخير. أوكي، في العرضية 100، أنهينا تماما مع خاصية الهجوم، كلها 99 يعني 100. تبقى 300 يا جماعة الخير، 100 هنا، تبقى 200. أوكي، تبقى 150، تمام، 145 هنا هكذا، ثم 45 هكذا. يلا أضفنا في التدخل وقوفا والتدخل بالزحلقة. أوكي، في الترتيب محتلين المركز الرابع ب 36 نقطة، فارق 4 نقاط عن النصر. الآن سنواجه النصر، لازم نفوزوا عليهم يا جماعة الخير. أوكي، الريت لنيمار 99، يا سلام. اليوم مباراة الهلال ضد النصر، ليتس جو. لا حديث سوى عن هذه المواجهة، مباراة تخفت الأضواء ونشعر من خلالها في هذه الأجواء بقيمتها الكبيرة. كنوا معنا على الموضوع ولن تذهبوا بعيدا، بالتأكيد فريق النصر السعودي سيقابل فريق الهلال السعودي. يلا بسم الله، بداية كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر والهلال. نيمار، هاي 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 هاي، نسجلها. هايلا هايلا هايلا، جول! 100 نقطة لنيمار، تمريرة حاسمة. حذاري حذاري حذاري، الحمد لله المعيوف. نيمار، بعيدة 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 يا نيمار. هذا الرواد، الحمد لله المعيوف، حذاري من التعادل. نيمار يسدد، الحارس يا روسي. نيمار يسدد، جول جول نيمار جونيور دا سيلفا. يلا 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 نيمار، يو 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 يو، مقصي على يا. يلا 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 يلا، على طريقة ياسين إبراهيم، جول نيمار، يا سلام نيمار الغدار، نيمار الخيبر. 300 نقطة يعني 400 نقطة، ما أردت التسديد من بعيد، خفتها تضيع يا جماعة. والفوز يا جماعة الخير 3-0، 400 نقطة، والله فرق كبير جدا يا جماعة الخير بين أول المباريات وآخر المباريات. أوكي، سنضيف كم؟ 400 نقطة هنا وهنا وهنا وهنا، تمام. يلا تبقى لنا فقط هذا الخيار وخيار آخر فيه 45. يلا في الترتيب محتلين المركز الرابع ب 39 نقطة يا جماعة الخير،
4 نقاط عن نادي الاتحاد. يلا مباراة اليوم إن شاء الله ستكون أمام نادي التعاون. نيمار جونيور الريت 99. يلا ليتس جو. يلا بسم الله بداية المباراة مشاهدي الكرام. يلا نيمار. حذري حذري. الهدف الأول. يا الله. هايلا هايلا هايلا. يا تسلل يا نيمار يا نيمار. يلا يلا جول جول جول. يلا يلا التعادل. يلا ها الهدف الثاني. ليس تسلل. هايلا هايلا هايلا. إيجالو 100 نقطة لنيمار. هايلا هايلا نيمار. لا نيمار الغدار. ونهاية المباراة فزنا ب 100 نقطة فقط. اوكي سنضيف 100 نقطة إلى نيمار. يلا في ارتدادات الحارس. تمام 100 نقطة. اوكي تبقى لنا فقط 45. تمام مباراة اليوم ان شاء الله ستكون الفيحاء ضد الهلال. ليتس جو. يلا بسم الله بداية مباراة الفيحاء ضد الهلال. يلا يلا الى نيمار. الله لو سجل هذا الجول كنت اضيف له 50 نقطة. اوه يا سلام كنت اضيف له 500 نقطة. نيمار نيمار الحارس. نيمار جول. يا سلام نيمار. ارقص ارقص سامبا سامبا. تسديد جول. هدف خرافي. المهم يسجل التعادل يا جماعة. هايلا نيمار. 500 نقطة لهذه المراوغة. اوكي يا جماعة الخير تبقى لنا فقط 45 سنضيفها. تمام هكذا. تمام كل شيء 99 يعني 100. تبقى لنا فقط 3 مباريات يا جماعة الخير. إذا فزنا بها ربما 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 سنتوج بالبطولة. هذاري يا معيوف. جول. يا سلام. إيه قالوا نيمار. جول نيمار جونيور دا سيلفا يقودهم للفوز. يا سلام وسدد جول. والله قالوا يا سلام يحسم المباراة رسميا. نهاية المباراة 3-1. يلا مباراة اليوم الباطن ضد الهلال. ليتس جو. يلا جول 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 ماي جاد. يا سلام في دقيقة 90. نهاية المباراة 1-0. والله المباراة كانت صعبة يا جماعة الخير. ومحتلين المركز الرابع ب 49 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن نادي النصر. لم يتبقى ولا شيء، إن شاء الله نفوز بالدوري. يلا مباراة اليوم الهلال ضد الرائد. ليتس جو. يلا بسم الله بداية المباراة مشاهدينا. هايلا جول. تبرع حسم من نيمار و 100 نقطة. يلا الى نيمار. جول على الطاير. هذه تساوي 200 الف نقطة. اوه هدف رائع. نيمار جول. ايزي بيزي. ونهاية المباراة. يلا 3-2. يلا مباراة اليوم الطائي ضد الهلال. ليتس جو. تسديد. الله سيحرموننا من التتويج باللقب. يلا جول. يا سلام. يلا 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 ضيعنا. يا الله. يلا مباراة الوحدة ضد الهلال. يلا نيمار نيمار جول. إذا يا جماعة الخير سأتخطى هذه المباراة. يلا فزنا 2-0. نيمار سجل في دقيقة 60. زر مباراة أخرى يا جماعة الخير. مباراة الاتفاق ضد الهلال. ليتس جو. يلا مباراة الاتفاق ضد الهلال قد بدأت الآن. نيمار نيمار. يا ليتني تقدمت. أنا دائما مستعجل. هايلا هايلا. نيمار جول جول جول. يلا يلا يلا. يريدون إقصاءنا ويريدون خسارتنا. هايلا هايلا. كاريو كاريو. جول في الدقائق الأخيرة. الحمد لله ما ضيعها. ونهاية المباراة يا جماعة الخير فزنا 2-1 بشق الأنفس. المركز الأول يا جماعة الخير فارق نقطة واحدة. آخر مباراة الله أعلم يا جماعة الخير ضمك ضد الهلال. ليتس جو. يا
يلا اذا فزنا في هذه المباراه راح نتوج باللقب رسميا. يلا كول كول وليس كول. تسلل ايزي جول. يلا المعيوب نهاية المباراة ان شاء الله فزنا باللقب. اوكي يا جماعة سنتجاوز هذه المباراة. يلا يلا محاكاة سريعة ان شاء الله الفوز. فزنا 2-1 جيد. هذه اخر مباراة رسميا يا جماعة الخير. يلا مباراة الهلال ضد الاتحاد اخر مباراة ليتس جو. خيروا يا جماعة الخير كم يوم سجلت فيها هذا الفيديو؟ اكثر من 3 ايام يا جماعة الخير. يلا بسم الله بداية مباراة الهلال والاتحاد. نيمار جولازو من نيمار. يلا جول نيفاز روين. يلا تسديد نيمار الجول. اي مايغا اوه سجلوا الحمد لله. يلا نهاية المباراة ان شاء الله فوزنا بالدوري. نعم فوزنا بالدوري يا جماعة الخير. دوري روشن السعودي بعد معاناة طويلة جدا مع في البداية والان التتويج باللقب. دوري روشن السعودي يا سلام. الحمد لله الفوز باللقب. روبن نيفيس. أردت أن أضع نيمار لكنني نسيت. نيمار كابتن أكيد. يلا أوووي. فزنا بلقب الدوري السعودي يا سلام. دوري الروشن السعودي نيمار فارح جدا. والآن صورة تذكيرية رفقة الكأس الغالية رفقة نيمار ونهاية التحدي التطوير نيمار جونيور دا سيلفا. اذا الى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسوا ان تشتركوا من هنا يا جماعة الخير. يلا اشترك من هنا وفعل زر التنبيهات وشاهدوا هذه الفيديوهات من هنا. يلا شاهدوا هذه الفيديوهات من هنا ستعجبكم حتما واشتركوا من هنا لان فيديوهات FC24 ستكون نارية جدا يا جماعة الخير. دمتم برعاية الله وحفظه. سلام.